وللمتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل مفادة التلفزيون المصرية ليلى عمر. ليلى، ضعينا في آخر مستجدات أجندة نشاط السيد الرئيس اليوم في بروكسل. نعم إيمان، لم يتبقى في لقاءات اليوم الكثير. في تمام الساعة 7 وبعدها بقليل يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مائدة مستديرة مع مجموعة من رجال الأعمال البلجيكيين، بالإضافة لمجموعة أيضا من ممثلي عدد من الشركات البلجيكية. كان اليوم قد بدأ في الصباح الباكر إيمان بلقاء مع ثلاثة رؤساء لشركات بلجيكية في مجالات متنوعة، منها التكريك والطاقة النظيفة والمتجددة وأيضا ما يتعلق بالموانئ. كان هناك لقاءات خاصة مع هذه الشركات، كلها أشادت بالدور الذي تلعبه مصر في المجال الاقتصادي في التعاون تحديدا مع دول الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، وأشادوا بالطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر مؤخرا، وأيضا أشادوا بالمشروعات التنموية والقومية العملاقة في مصر. وكان لي لقاء مع أحد رؤساء هذه الشركات تتحدث عن الطاقة النظيفة في مصر والاستفادة من استخدامها للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفكرة الهيدروجين الأخضر والخطوات التي تقوم بها مصر في مجال الطاقة النظيفة. في منتصف اليوم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي أشاد بهذه الزيارة التي تعتبر أو تعد الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجيكا، أشاد بالدور المصري في المنطقة وأكد على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون فيما يتعلق بالملف الليبي. هذا اللقاء أشاد فيه أيضا شارل ميشيل بالعلاقات المصرية الأوروبية وحرص مصر على التواصل الدائم مع دول الاتحاد الأوروبي، وكانت هناك إشارة إلى ملف الهجرة غير الشرعية، هذا الملف الذي كان مطروحا إيمان من قبل على القمة الأخيرة في عام 2017، قمة الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي التي عقدت منذ عدة سنوات، وطرحت هذا الملف ملف الهجرة غير الشرعية الذي لا تزال هناك جهود قائمة لحلحلته، جهود بين القارتين الإفريقية والأوروبية. وأشاد شارل ميشيل بمصر في هذا المجال بالتحديد وفي الطفرة التي حدثت في هذه الظاهرة وقلة أعداد المهاجرين غير الشرعيين وجهود مصر في هذا المجال. أيضا إيمان، كان هناك لقاء بعد ذلك مع الملك فيليب ليوبولد ملك بلجيكا، كان هناك استقبال رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي وجلسة مباحثات ثنائية بين الطرفين تناولت مستجدات العلاقات بين مصر وبلجيكا، خاصة أن بلجيكا من الدول الأوروبية التي لها العديد من الاستثمارات والمشروعات في مصر. أشاد الملك فيليب بهذه العلاقات وأشاد بمصر ومجهوداتها على الصعيد الإقليمي والدولي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أكد على سعي مصر الدائم لتحقيق التواصل وتوطيد العلاقات مع بلجيكا، وتباحث حول عدد من الموضوعات منها ما يتعلق بالإرهاب والتسامح بين الأديان والهجرة غير الشرعية والسلام في إطار حرص الدولتين على تحقيق التعاون الدائم والمتبادل وتعزيز العلاقات. هذا إيمان كان ما يتعلق بلقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لكن في الغد هناك لقاءات أخرى أيضا تسبق حضور الرئيس للقمة، ستبدأ بلقاء مع رئيس وزراء بلجيكا، بعد ذلك هناك لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين، بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه لحضور قمة الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي في دورتها السادسة، ليطرح أيضا وجهة نظر مصرية مرتبطة بعدد من القضايا على رأسها الطاقة والمناخ، خاصة مع استضافة مصر لقمة المناخ 27 مع نهاية هذا العام. إليك إيمان. أشكرك جزيلا، مفادة التلفزيون المصري إلى بروكسل ليلى عمر، كنت معنا على الهواء مباشرة.